ألو أختي، معلش تجي على البيت هلأ ضروري. شوفي ماما وبابا بدهم ياكي. شو صاير؟ أنت بالأول تعي وبعدين بتعرفي. طيب أنا جاي. ليكا وصلت آرتي. عن جد؟ شوفي ماما، ليش دقيتولي شغلتولي بالي؟ هو شو ما عرفتي؟ جهزي حالك، في ضيوف جايين يتعرفوا عليكي. كيف؟ بنتي نحن كمان ما كنا عرفانين، جوتان خالك راح لعند السيد جوبال وشاف عنده أصدقاء العيلة، هن من فترة وصلوا على المدينة ولما سمعوا فيكي يا بنتي هن أصروا يجوا مشانك. ما بيطلع بإيدنا أي شيء، الناس خلص أخذوا موعد ونحن لازم نستقبلهم. على فكرة العريس مهندس مثلك. بابا يعني بس ليش هيك عملتوا؟ اسمعيني بنتي، أنا بعرف إنه كل هالشي صار بسرعة وما لحقنا نخبرك، بس بنتي ما رح تخسري شيء إذا قابلتي. نحن بالنهاية ما رح نجوزك هلأ، ما بدها تخافي كل هالقد. بس أنا بنتي، أنت هلأ بس قابلي. طيب إذا هيك بدكن موافقة. يلا بنتي روحي خدي أختك وجهزوا لي حالكن، وإيه أوعك تنسي تحطي لها مكياج. مكياج شو؟ أختي حلوة أصلاً. أصلاً أنا توصلت لقناعة إنه البنات المتعلمات بيحبوا يجادلوا بس. أختي أوام، فوتوا أنتوا لجوا. أهم وصلنا على البيت. تفضلوا تفضلوا شرفوا. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. هذا هو ساري. مرحبا. وهي مرحبا. أختي. مرحبا. وهذا السيد كيلاش ومرته، وهذا السيد أيندر، وهذا ابنه الرافي أكبر واحد. تفضلوا أهلا وسهلا. تفضل. شكرا. ألكا تفضلوا. أهلي. عدوا. أهلي. تفضلوا. تفضل عدوا. شكرا. تفضل ارتاح. تفضل اشربوا. هاي كنتنا الوحيدة ألكا. أهلا وسهلا. أهلين. أهلا وسهلا أستاذ بنجودي. نعم. طالما بنتك مهندسة مدنية وموظفة بالدولة، ليش لساتك لهلأ موظف بالجامعة؟ مو غريبة؟ أستاذ كيلاش ببساطة سوري بحب شغله كتير. ما شاء الله حولها. تفضلي لا تستحي. بعرفكن هاي بنت اختي الصغيرة نيلو. وهالبنت بطلة رياضية شاطرة ومهمة، بس هي اشطر منها، مهندسة مدنية كتير شطورة واسمها آرتي. ايه منعرف. اذا حابة تحكي معها اي شيء او تسأليها اي شيء تفضلي. ايه طبعا اسألوها. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شرفوا. تفضلوا. انتي شو دارسة؟ لك خلاص بعد ما خلصت الدراسة الثانوية درست هندسة. شو كان عندك مواد وقتها؟ علوم وفي فيزياء وكيمياء. يعني دراستك علمي؟ أكيد. سيد بنجودي أكيد أنت دفعت مصاري كتير لحتى صارت مهندسة. كيف؟ بقصد مو دفعت رشوة وهيك قصص؟ أنا مو مضطر لهالشي. أولاً اللي عم تحكيه أنت ضد مبادئي، وتاني شي آرتي بنت ذكية، كانت دائماً الأولى على صفة، وبامتحانات الهندسة تبعها كانت دائماً متميزة، طلعت من العشرة الأوائل.
شكلها البنت ذكية. سيد كيلاش، أنا برأيي خلي رافي وآرتي يتفاهموا مع بعضهم هن الاثنين. أكيد رح يحكوا مع بعضهم ويتفاهموا على خير. نعم. بس قبل هالشي لازم نقعد مع بعض ونتفاهم نحن وانتو. سيد بنجودي، يا ريت نحكي بالشغلات الضرورية فوراً. شو بتقصد؟ الشغلات الضرورية بقصد المصاريف والمهر. لما نحن الكبار منتفق على هاي القصص بتصير الأمور التانية تحصيل حاصل مو أكتر. في شغلة ضرورية لازم تعرفها، أنا أخي دفع مصاري كتير لعلم ابنه، ولحتى وظفه دفع مبالغ كبيرة. يعني هذا الشاب لصار مهندس اندفع تقله ذهب، ومشان هيك المهر يلي بدكم تدفعوه بده يغطي هالمصاريف. ولا تواخذوني بالنتيجة، معروف إنه أهل العروس بيدفعوا قيمة بنتهم مو أكتر. شبكم كأنه انزعجتوا من حكي، أنا عم بحكي حسب الأصول والعادات. أنا آسف، يبدو أني غلطت كتير، كان لازم كون أوضح من هيك بكتير بحكي مع حضرتك. بدي أعتذر منك، زيارتكن عنا انتهت. ليش هيك عم تحكي؟ دقيقة يا صهري، بس دقيقة لنتفاهم. ما عاد في داعي للتفاهم أبداً لو سمحت. وبالمناسبة لازم المرة الجاية اسأل عن الناس اللي جايين وبعد هيك استقبلهم. سيد بنجودي، هاي الطريقة مالها منيحة أبداً. أنت عندك صبية حلوة، وإذا عملت كل الناس بهالطريقة بيجوز ما يعود يجي نصيبها. سيد إندر، هلا أنت ضيفي وقاعد ببيتي، وماني حابب إني هينك أو حتى أجرحك بكلامي. بس انتبه، بنتي آرتي مانا سلعة وهي عندي أغلى من كنوز الدنيا، فهمت؟ بنتي متعلمة ومهندسة ومرباية، فيها تعيش حدا، بس مانا بحاجة حدا يعيشها. رح أحكي بصراحة والله بيشهد علي، وكل أسئلتكم رح تلاقوا جوابها بكلامي. هذا البيت عايشين فيه بحب وكرامة. انتو بتعرفوا اني لهلا موظف في الجامعة، وما اشتغلت شغلة تانية لعيش مع مصاري، واللي عطيته لبناتي هو التعليم، قوتهم الوحيدة. انا بدي اعتذر منك، تفضلوا لو سمحتوا. الحق عليك، انت جايبنا لهون لحتى تهيننا؟ هذا حكي ناس محترمة؟ يلا رجاء اسمعوني شوي، اسمعوني صاير احكي لك شي كلمة. يا جماعة طولوا بالكم، اهدوا شوي، استنوا. بابا شو هالحركة؟ هاي حاجتكم مسخرة. تذكر انت وبنتك المهندسة بكرة بالمستقبل رح تدفعوا الثمن غالي. اندو، ما في داعي تعصبي على البنت بهالطريقة. برأيك كنا رح نقدر نلبي طلبه لهالجماعة؟ يا أمي، إلك الفضل باللي وصلت له، إني صرت مهندسة. هالشي بسببك أنت، لسه بدكم تدفعوا مصاري فوقه؟ بابا وقتها كان عم يحكي صح ومعه حق، بعدين كيف بتسمحوا لهم يحكوا معكم بهالطريقة؟ كيف بدك تصاهري هيك جماعة قليلي وهن حتى ما بيعرفوا جنس الأدب؟ اسمعوني هلأ، رح ننهي هذا الموضوع بأرضه فوراً، ممنوع أي حدا يرجع يحكي فيه بعد هلأ. يلا كلكم روحوا جهزوا حالكم بسرعة. شو نسيتوا؟ اليوم عيد ميلادها لألكا، كلنا رح نروح على المطعم لحتى نتعشى. بابا نحن أكيد ما نسينا، بس راجعت لسه ما أجا، من الصبح عم حاول إني حاكي وهو ما كان يرد عليي.
لكم.